السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. وصفتنا اليوم هي طريقة عمل برتقال. هنعملها سوي منها مع العصير كل الشرائط طيبة ولذيذة جدا ورائعة. المكونة نحتاج البرتقال، شوفوا وراح نبدأ في العصارة كلش طيبة. عصارة راح نسوي العصير كلش طيبة ولذيذة وجدا ورائعة. راح نسوي عصير وراح نبدأ العصير كلش طيبة ولذيذة. وفتخت العصير نسوي بهذا الكلاس تقولي شو كنا سوى معنا، وراح نفتح كوب العصير يا عصير. شويت
راح نشرب. راح شوفوا العصير، انا عملت العصير. شكرا لك. اذا عجبكم الوصفة لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديد. في امان الله.